مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا نلتقي معكم في متابعة محاضرات علم العقاقير أو الفارماكوكنوزي. سنبدأ معكم قسم الفلاورز أو الزهور. The flowers. أولا تعريف الزهرة. The flower is modified shoot to be suitable for the process of reproductions. إذا عبارة عن جزء خضري معدل مناسب لعملية التكاثر. هذا هو تعريف الزهرة. تعرف الزهرة بأنها عبارة عن جزء خضري معدل مناسب لعملية التكاثر. تبقى الفلاورز عادة الزهرة المثالية أو النموذجية تتكون من 4 أجزاء زهرية. أول هذه الأجزاء هي الكاليكس، وعادة الكاليكس يتكون من السيبلز كومبيوز أوف سيبلز. الكرولا consists of petals وتكون من البتلات. الانديشيامز أو ما سمع عندنا بالحب المذكر formed of stamens يتشكل من المياسم. جينيشيامز أو العضو المؤنث ويتكون أو يتركب من الكاربنز. وهناك الريسبتيكالز أو الحامل. الريسبتيكالز carries the others flower bud. إذن يحمل بقية أجزاء الزهرة. هذه الزهرة تتكون من البتلات، بتلات الزهور، بتلة بتلة، سيبلز والسيبلز، الريسبتيكلز، الستامين والكاربلز. أنواع الزهور. قد تكون الزهرة بيرانث. بيرانث وهي عبارة عن الزهور التي تتكون من الكاليكس والكرولا. سيكليك فلاورز أو الزهرة الدائرية عبارة عن أوراق تكون أوراقها الزهرية أو الأوراق الزهرية الفلورال ليفز أرانج تترتب in walrus على شكل ايش؟ سواري، بشكل سواري. اذا هنا تسمى cyclic flowers. floral leaves الاوراق الزهريه are arranged تترتب in walrus بشكل ايش؟ سواري. acyclic flowers. acyclic اللي هي الزهره الغير دائريه او الغير حلقيه. عاده هذه الزهره الاوراق الزهريه او الفلورال ليفز Floral leaves are arranged تترتب بشكل مغزلي. Arranged spirally بشكل مغزلي. Bracteate flowers. Bracteate الزهور المحمولة. Bracteate flowers وهي عبارة عن زهرة محمولة براك الحامل الزهري. A bracteate flowers وهي زهرة with no brack ليس لها ايش حامل. Flowers with no bract. المجمع الزهري أو ما سمي عندنا بالتنورات الزهرية. Inflorescence. Inflorescence المجمع الزهري أو النورات الزهرية. Rashes. الراشز هو المحور الرئيسي للنورات الزهرية. Rashes. Rashes the main axis المحور الرئيسي of the inflorescence للنورات الزهرية أو للمجمع الزهري. Pedicellate the flowers تكون الزهرة محمولة. المجمع الزهري أو النورات الزهرية أيضا تكون لها حامل. The flower is carried on apicals تكون محمولة على البيتيسيلز عفوا على البيتيسيلز. إذن كلمة بيتسل تعني إيش؟ محمولة على سويقة.
طبعا هنا تعرف المعرف الانفلورسنس او النورات الزهريه a collection عباره عن مجمع من الزهور على الساق على محور الساق نطق له راشيز اذا هذا هو الراشيز انفلورسنس it is a collection عباره عن تجمع للزهور on a bark of stem على الساق نطلق على هذا المكان راشيز او محور ايش الزهره الزهره اللي هي النورات الزهري يعني المجمع ايش الزهري وعادة هذا هو الراشيز وممكن تكون اذا ايش بديسلين سيسل قد تكون غير محموله the flowers بدون ايش بدون بديسلز the flowers has no بديسل هذه الزهور تكون جالسه على الساق وبالتالي ايش لها حامل no بديسلز اول النباتات الزهريه هي القرنفل القرنفل كلاف فلاورز زهرة القرنفل عبارة عن مسامير شوفها مثل المسمار الجاف صلبة جدا المنشأ النباتي للقرنفل عبارة عن رايس فلاورز وود إذا عبارة عن البراعم الزهرية الجافة لنبات الأيوجينيا أروماتيكا أيوجينيا أروماتيكا أذر سنيب كاروفيلاس أروماتيكا ميرتاتسيا العائلة طبعا هنا المطلوب منك يا عزيزي هو أن تدرك أن الجذر المستخدم في هذه الحالة هي البراعم الزهرية الجافة اسم النبات أو الاسم العلمي النبات والمنشأ النباتي للنبات هو إيوجينيا أروماتيكا إيوجينيا أروماتيكا خصائص البودر عادة من خصائص البودر أو الكي إليمنتس بتلاحظ وجود triangular bowling green حبوبات اللقاح ثلاثية على شكل مثلث triangular bowling greens وهذه أهم ميزة يتميز بها بودر القرنفل the triangular bowling greens هذه هي بالرسمة واضحة triangular bowling greens triangular bowling greens المواد الفعالة والactive ingredients عبارة عن زيوت طيارة volatile oils والفلوتال اويلز نعرف على انها مركبات تتكون من الهيدروكربونز هيدروجين زائد ايش كربونز and their oxygenated compound واكاسيد هذه المركبات فلوتال اويلز فلوتال ايش اويلز اذا عبارة عن خليط من المواد الفعالة المتطايرة والزيوت الطايرة زي ما قلنا تتشكل او تتكون من الهيدروكربونز هيدروجين زائد كربون and oxygenated compound وأكاسيد ايش هذه المركبات for example مثال على هذه المواد الطيارة هي الايجينول ايجينول والايزو ايجينول والاستايل ايجينول and فارنيسول كلوفين الفا and بيتا كاروفيلين تربينات تانينز والتانينز ايضا نعرف انها مركبات عندها القدرة على الارتباط ببروتينات جلود الحيوانات لحمايتها من التعفن وتشكيلها في دباغات ايش الجلود الانواع الاصليه الموجوده في زهره القرنفل هي البيروغالول تايبس بيروغالول تايبس من مجموعه العفاص الدائبه ايضا تحتوي القرنفل على الاستيرول او ما يسمى عندنا بالدهون بيتا سيتوستيرول ستيجماستيرول اند كيمبستيرول اذا هذه هي اهم المواد الفعاله الموجوده في زهره ايش القرنفل الفايبرز ايضا القرنفل غنية بالفايبرز غنية بالالياف والالياف هذه عادة هي البريفنت كونستبيشن تحمي او تقيك من الامساك وايضا تعزز وتنظم امتصاص فيتامين سي وفيتامين سي يلعب دور كبير بانه مقوي سترينث يور امينو سيستم اذا فيتامين سي من الفيتامينات المضادة للاكسدة وايضا تساعد على تقوية الجهاز المناعي بالإضافة إلى ذلك يحتوي القرنفل على فيتامين كي وفيتامين كي مهم جدا is important an important nutrient فمادة غذائية موجودة في الكثير من النباتات الطبية وهو يمنع أو يشكل blood clotting خطرة لمنع النزيف أيضا القرنفل غنية بالمعادن مثل المنغنيز والمنغنيز
من الاسينشال مينرال من المعادن الاساسيه اللي يحال للمحافظه. وظيفته وظيفه المنغنيز هي مينتيننج المحافظه على وظيفه الدماغ مينتيننج برين فانكشنز، وايضا يساعد على بناء العظام بالدينج سترونج بونز، اذا يساعد على بناء عظام قويه. As well as أيضا يحتوي القرنفل على عدد كبير من مضادات الأكسدة several important vitamins minerals، أيضا يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمينرالز. بالإضافة إلى ذلك يعتبر القرنفل غني بمضادات الأكسدة antioxidant. والantioxidant أو تعريف المضادات الأكسدة عبارة عن مركبات تقلل من reduce oxidative stress من الإجهاد الناتج عن الأكسدة. which can contribute ويساهم أيضا to the development of chronic disease ويساهم في تطور الأمراض المزمنة. إذا الأنتيوكسيدنت إذا تقلل صح تقلل من المواد السامة تعمل تنظيف الجسم من السموم، وبالإضافة إلى ذلك لها تأثير مضاد للالتهابات. القرنفل أيضا نطلق عليه يحتوي على مادة أساسية وهي الإيجينول، والإيجينول له تأثير مسكن الألم ومقوي الألم مسكن الألم قوي. القرنفل يحتوي على مركب زي الطيار نطلق له إيجينول، والإيجينول هذا مركب مضاد للألم مسكن الألم قوي، وأيضا مضاد للأكسدة أيضا ظاهرة القرنفل مثل ما قلنا سابقا تحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي أيضا يلعب دور كبير في كمضاد للأكسدة anti oxidant in your body، وأيضا helps neutralizes يساعد في تعديل الفيراديكالز أو ما يسمى عندنا بالبذور الحرة. إذن هذا هو دور فيتامين سي. أيضا which are compounds that can build up can cause harmful oxidative stress. من هذه الآن الفيراديكالز which are compounds وهي عبارة عن مركبات تعمل على بناء ما يسمى عندنا بال المسمى الإجهاد الناتج عن الأكسدة، وهو إجهاد طبعا ضار هيرموفول أوكسيديتيف ستريس هيرموفول. من هذه اللي تلعبه أو الدور هذا يقوم فيه الفري راديكالز أو مش ما يسمى عندنا بالبذور الحرة. يستخدم عادة القرنفل لوكال أنالجيسيك مسكن قوي للألم وخاصة لآلام الأسنان. أيضا كارمنيتيف طارد للرياح. أيضا فلافرينج إيجنت عامل منكه. ايضا انتي كارسينوجينيك دراج من الادوية المضادة للسرطان او تمنع تشكل السرطان. ايضا القرنفل الدراسات الحديثة تظهر انه يعزز من صحة الفم بروموت اورال هيلث، وهذا يعود thanks to their antimicrobial properties، وهذا يعود لتأثيره القاتل للبكتيريا. ايضا which may help kill harmful bacteria. كيف نتعرف على القرنفل في البودر؟ طبعا في البودر نتعرف عليه عن طريق إضافة الـ FeCl3 بودر القرنفل في وجود الـ FeCl3 أو مسمى عندنا الفريكلورايز يعطيك deep blue colors for tannins. هذا بنكشف العلمين على المواد العفصية. البودر زائد الكحوليك solution of KOH شكلك مسمى عندنا ب ملح إيبري الشكل من البوتاسيوم إيش إيوجنيت. هذه الكواشف تستخدم للتعرف على من على المواد الفعالة بالإضافة إلى الألكان تنيشرز وسودان 3. وهذه أيضا الكواشف تعطي لون أحمر مع بودر القرنفل لأنه يحتوي على من على الزيت الطيار. زهرة الحشرة نطلق لها بريثيريومز أو insect flowers. زهرة الحشرة insect flowers الجزء المستخدم
عبارة عن رؤوس الزهور الجافة. Dried flowers heat. Dried flowers heat of Chrysanthemum cinerifolium وهو الاسم العلمي للنبات Chrysanthemum cinerifolium العائلة كومبوزيت وهو العائلة المركبة. هذه المركبات هي مركبات البنفرين 1 والبنفرين 2 سينرين 1 سينرين 2 وهي مركبات هايلي اكتف نشطة جدا وممكن تتأكسد بسرعة جدا غير مستقرة بسبب جلال انها تحتوي على عدد كبير من الدبل بوند اكثر عدد من الدبل بوند وايضا تحتوي على الاستر سباوند. اذا هذه المركبات تكون عادة غير مستقرة غير مستقرة في الوسط الحمضي في الوسط الانزيمي بالاضافة لذلك تتأثر بالحرارة والضوء والسبب يعود ان هذه المركبات رياكتف نشطة جدا بسبب وجود الروابط او الدبل بوند الموجودة في المركب بالإضافة إلى ذلك الإستر سباوند أو الرابط الإستيري. أهم الكي إليمنتس أو مسمى عندنا من مفاتيح التعرف تحت الميكروسكوب بنلاحظ وجود السبيني بولينجرينز حبيبة اللقاح سبيني وهي هوكية سبيني بولينجرينز. أيضا هناك نوع آخر من الشعيرات وهي تشبه حرف التي تي لايت شيبس هير شعيرات إفرازية تشبه حرف التي بالإضافة إلى غدد إفرازية مركبة Composite Glandular Hairs Composite Glandular Hairs هذه هي شعيرة معقدة Spiny Pulling Greens المواد الفعالة الأكتف كونسترينز أو المواد الفعالة هي مجموعة البيتا برينسيبلز أو المواد المرة إسترز استرات الكريسانثيميك أسيد إسترز أوف كريسانثيميك أسيد وتشمل مجموعة البريثرين 1 سينرين 1 أند جاسمين 1 إسترز أوف بريثريك أسيد إذا استرات أيضا البريثريك أسيد وتشمل مجموعة البريثرين 2 سينرين 2 أند جاسمين 2 المواد الفعالة عادة نسبة 90% من المواد الفعالة توجد في المبيض بالأوفري بينما 10% توجد في الشعيرات الإفرازية. تستخدم هذه النبات بشكل واسع إنسكتسايدس مبيدات حشرية في معالجة السكابس وأيضا having the advantage being إذا تتميز أنها غير سامة للإنسان أو لجسم الإنسان. نتعرف على هذه المركبات كيميائيا بواسطة كاشف نطلق له ويليامسون تيست كاشف ويليامسون تيست. هذا الكاشف نستخلص البودر في عن الكلوروفورم ثم نعمل تبخير نبخر الكلوروفورم عشان نعمل كونسنتريشنز للإكستراكت ثم نضيف الجلاشيال أسيديك أسيد والفوسفوريك أسيد بنسبة 1:1 ثم نسخن على الووتر باث بيطلع لك اللون ريدش براون كالرز. الريدش براون كالرز مؤشر الى ان هذه النبات تحتوي على مجموعة ايش البنفرين. زهرة الشيح الخرساني سانتونيكا السانتونيكا او زهرة الشيح الخرساني نطلق عليها ايضا وورم سيز بذرة الدودة او وورم وود او خشبة الدودة. البوتانيكال اوريجينز ايضا عبارة عن دريد ان اكسبندنت الزهور او رؤوس الزهور الغير متفتعه ان اكسبندد فلاور سيد. اسم العلمي النبات ارتميسيا سينا العائله كومبوزي. المصدر الجغرافي او المنطقه الجغرافيه هي باكستان وتركستان. اذا هذه هي زهره الشيح او السنتونيكا سنتونيكا سنتونيكا. المواد الفعاله تحتوي على مجموعه السيسكوتربين لاكتونز سيسكوتربينز لاكتونز السنتونين والسيسكوتربين لاكتونز من مجموعة التربينات مجموعة التربينات. التربينات تتشكل عادة من ال FBB أو مطلق له الفرنسيل بيروفسفيت وهذه المركبات تحتوي عادة على 15 ذرات كربون سيسكوتربينز لاكتونز. لاكتونز أيضا تحتوي على الأكسجين. إذا سنتونين مثال لمجموعة السيسكوتربين لاكتونز ومعنا أيضا مجموعة السيسكوتربينز لاكتونز ولكن كريستالين السيسكوتربين لاكتونز
اللي هو الارتيميسين. ايضا هناك زيوت طيارة في القطاع الرئيس اللي هي سينيون الكحول. سينيون الكحول. سينيون الكحول. Under the microscope تحت الميكروسكوب عادة نلاحظ smooth pollen grains حبوبات اللقاح الناعمة بالإضافة إلى الشعيرات القطنية cotton hairs شعيرات قطنية cotton cotton hairs. تستخدم هذه النبتة بدرجة أساسية طاردة للديدان infilimentate طاردة للديدان وخاصة الديدان الدائرية زي الإسكاريس. واستخدامها محصور في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن هذه النبتة سامة شوية على الإنسان restricted. إذن تستخدم بشكل محصور. كيف نتعرف على المواد الفعالة؟ في كاشف خاص بالسنتونين وهو إن إحنا نحضر الرقيب نرق 5 من 10 جرام من البودر مع 4 مل بنزين لمدة 4 دقائق ثم نفلتر نبخر بعد الباقي نضيف للباقي المتبقي هنا على البورسيلين ديش 3 قطرات من الصوديوم ميت بصايد سوليشن بيطلع لك ريد كالرز. ايش بيطلع لنا؟ ريد كالرز لون احمر. نلتقي ان شاء الله في محاضرة اخرى لتكملة ما تبقى لنا من النباتات الزهرية الطبية. شكرا لكم احبتي جميعا.